السلام عليكم، معكم الفنان طيب الوزاني، مندوب ديال الجمعيه المهنيه للفنانين الموسيقيين المغرب برئاسه نودي بشيشي، اللي كنطوع تحت لوائكم في الدراري الديمقراطيه للشغل. انا غنسول هذا الاذاعه اللي صدفاني مان ساك تي في، راك تشوفوا الاحوال الفنان، كنظن راكم صحفيين وكتراقبوا الوضع ديال الفنان في المغرب كيفاش داير. الوضع مزري جدا، هو مستهدف، اكيد مستهدف، مادام كنشوفوا القطع، جميع القطاعات تعطاتهم 50% الا القطاع الفني. انا احنا براسنا كنتسائلوا، الفنان كنتسائلوا، راه ولا الفنان كي غادي في الشارع تيقول واش انا كورونا، واش انا اللي كنمرض الناس، ولات القضيه ماشي صعيبه بزاف، وين حنا كنشوفوا راسنا واش حنا الفيروس، واش الموسيقيين هما الفيروس. حنا كنشوفوا تجمعات خطابيه للاحزاب، يعني دايرين اجتماع ديالهم عادي بلا كمامات بلا اي حاجه، وكنشوفوا والله العظيم انا جيت موزال البارح وهوت عين دياب، راه داكشي اللي شفت في الترامواي غريب جدا، الترامواي بلان عامر، هذوك ما كاينش تما كورونا، ولا حيت هذيك المصلحه ديالكم نتوما ما كاينش مشكل، وحنا اللي فنانين وعندنا اطفال وعندنا عائلات وعندنا التزامات وعندنا الكرا وعندنا، علاش تقسينا هذا الاقصاء؟ علاش انا كنطرح سؤال، علاش كنتقصاو؟ ما هو السبب؟ عطيتو كلشي 50%، حنا متفقين نديرو مسائل الاحترازيه ديالنا، هذا كاين وباء عالمي، حنا معكم في وباء عالمي، حنا مع الحكومه، حنا ماشي ضدكم، حنا معكم، ولكن نتوما اللي ضدنا، حنا معكم نتوما ضدنا، ما عرفتش علاش. حنا ندخلوا نخدموا، كاين 50%، عطيونا 50% نخدموا، راه عندنا عائلات، حنا ماشي ضد الحكومه، لا، حنا بالعكس حنا معكم، حتى حنا كنخافوا على راسنا، حتى حنا عندنا ولادنا نخافوا عليهم، ولكن تقسيونا لا، درتوا كل شيء اللي حنا تقسيونا لا، كنظن راه شويه صعيبه. استاذ الكريم، الضرر ماشي كبير، الضرر اكثر من ما كتصور على البال ديالك. باش الموسيقي، كاين الموسيقي اللي هجر ولادو، كاين الموسيقي اللي مابقاش مع ولادو، تلقاتو المراه ما بقى ما يوكل ولادها، كاين الموسيقي اللي باع الالات ديالو، كاين والله العظيم كاين الموسيقي اللي مشى للامراض النفسيه، اللي دخل السبيطار قوس ما الضر، ملي كيلقى ولادو كيضع بالجوع. انا شوف باختصار، انا عيطت لواحد الموسيقي، مو مرضى مرض السكر، قطع على رجليها وعندو ثلاثه ديال الدراري، السيد مسكين ولا في واحد الحاله هيستيريا، حاله ما كنظن الحكومه لو شافتو لا كانت فيها الرحمه غتشوف من داك الشخص هذاك. هذا غير مثال، اما كاين اعداد كثيره وكثيره وكثيره جدا، لان الموسيقي شنو هو المعيشه ديالو؟ كيمشي يخدم ديك العرس، كيمشي ديك البركه، كيمشي يصرفها على وليداتو. دونك انت من حيتي هاد الخدمه اللي يخدمها باش يعيش ولادو، ما بقى عنده ما يدير، صافي اش غيدير؟ والفنان صافي، واحد القضيه، الفنان المغربي عنده واحد الكرامه، ما يمكنش يخدم اي حاجه. واش انت غطي الفنان كيدير كماجه ولا كيدير هذا ولا كيغني الطير بلا الفاش يطرف فيها؟ ما يمكنش. سيد عاش حياته كلها في ديك الميدان الموسيقي، داكشي اللي عرف، داكشي اللي تعلم، وكيدخل منه خبيز. دونك انت جيتي حيدتي له واحد الطرف الخوت، اش بغيتي يدير؟ اش بغيتي يدير؟ ولا ما يمشي يدافع على حقه ولا يوقف وقفه احتجاجيه؟ ما عندوش الحق، علاش ما عندوش الحق؟ راك حيدتي له واحد المعيش اليومي ديالو اللي كيكمل الخبز. اش بغيتي يدير؟ اشنو بغيتي هذا الفنان يدير؟ غندوي على الدعم. حنا هادي 9 شهور قيدونا بان كاين واحد الدعم ديال الدوله، قلنا اونفا الدوله خمت فينا، قيدونا التقييدات الاوليه، بعد 9 شهور ما كاين والو. قبل رمضان عاوتاني قيدونا، قال لك لا، كل واحد مكلف برقه يقيد الناس اللي معاه، داكوغ. دونك حنا تقيدنا كاملين، كل اوركسترا قيدت الناس ديالها باش نتسناو الدعم هذا. وان اونفا الحمد لله الحكومه راه فكرت في هاد الناس هادو، ولو ان ما خصش الحكومه تفكر، خص وزاره الثقافه تفكر فينا، حيت لان جمال الوزارات لقات الحل النزيره الا وزاره الثقافه. وليت كنتسائل، هل توجد وزاره الثقافه في المغرب او لا؟ انا اتساءل، وجه سؤال،
واش كاين عندنا وزارة الثقافة أو ما عندناش باش نعرفوا مع من كندويو، حيت لأن وزارة الثقافة ما فكرتش فينا، ما عطاتناش شي أهمية، ميم با واحد ماشي تعيطنا تقول لك أشنو المطالب ديالكم، ما كايناش، ما شناهاش نهائيا. كتمشي للمندوبية ديالها ما كيستقبلوكش نهائيا، ما كيستقبلوكش. علاش؟ واش حنا ماشي مغاربة؟ حنا مغاربة، وحنا قطاع اللي الحمد لله كنخدموا اعراس الناس في مستوى عالي، ودخلنا ندور المستوى عالي، فهمتيني؟ ماشي حنا، ماشي حنا، ماشي حنا، ماشي حنا، ماشي ميكروب، حنا فنانه، حنا ماشي فيروس كورونا، لا تقصيونا، حنا فنانه، حتى حنا كنعطيو، حنا المطالب ديالنا الحكومه تعطينا نخدموا، حنا ما بغينا حتى شي حاجه، حنا حتى الدعم ديالنا نخليوه عندهم، حنا تانا نخدموا. ماشي انت سيد رئيس الحكومه ولا الحكومه ككل طلقت هنا 20 يوم، 20 ما خدمتش فيها حتى 5% الموسيقيين، 5% ما خدموش فيها، 5% مش غدير ليه؟ طلقتي ليه شويه كنتفاجئوا سديتي لنا، والمشكل ماشي المشكل هو هذا، سديتي لنا، حنا الوحيدين اللي سديتي لنا، الوحيدين في المغرب هما الفنانين اللي سديتي لهم، علاش؟ انت عاطي 50% كل شيء، القهاوي 50% القهاوي، سير القهاوي شوفهم دابا، سير القهاوي شوف لقيتي 50%، سير الترامواي، سير لأي مجال شوفوا واش كاين 50%، الا الموسيقى انت في خطره قصيتيها نهائيا بصفه نهائيه، ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه هذا الشيء غريب. حنا ما كنطلبوا لا دعم لا والو، حنا طلبوا غير نخدموا، عطيونا نخدموا بالوسائل اللي كتشوفوها انتوما كحكومه، اللي كتشوفوها انتوما كحكومه غتسلكم نديروها، حنا ما عندناش مشكل، حنا معاكم، حنا نديروا داك الشيء اللي قلتوه انتوما، ولكن نخدموا، نخدموا. كلمة أخيرة، أولا أنا كندوي بصفتي كمندوب الجمعية المهنية للفنانين الموسيقيين، أنا كنوجه واحد النداء عاجل للرئيس الحكومة أنه يشوف من حل الفنانة، راه وصلنا واحد الدرجة خطيرة وخطيرة جدا، خطيرة وخطيرة جدا. لما قديت السيد الحكومة، حنا كنجدوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والراعي الفن في المغرب، حنا كنوجه نداء سيدنا الله ينصره باش يشوف من حل الفنانه في المغرب. رحنا ضرينا سيدنا، ضرينا واحد الضرر خطير وخطير جدا، لدرجه ملي كنقولوا لك نهضروا مع انفسنا، ملي كنهضروا مع انفسنا شنو ما عرفناش راسنا، ما شنو هو الموقع ديالنا في المغرب. وحنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصرك، الله ينصر صاحب الجلاله الملك محمد السادس، يشوف من حلنا والله يبارك في عمر سيدي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.